قول لي منو؟ من ثم ذهب الى النضال لتشريف الوطن الحبيب اسمه الجنوب. هنيئا لك الشهاده يا نادي الله. اذا اليوم الشهاده مباراه كره القدم الذي تجمع ما بين فريق شباب ورفان ابناء الحبيبين امام الوافد القادم من العاصمه الحبيبه علينا عاصمتنا الحبيبه اسمه مينا نادي الميناء. هذا الفريق الحبيبين في المدينة الفني الذي عرض منذ ايام قليلة تكون اول مباراة رسمية بالنسبة للشهداء الماضيين. عبد الواسع محمد ابن ركن الجوي لصالح فريق الميناء. كرة ملعوبة داخل الغناء، هل سياتي بالهدف الاول فريق السماوي ام انه نادي الارض وفريق الجمهور له راي اخر؟ اذا نشكر كل من ساهم وقام في هذا الحدث الكروي ونشكر وايضا والشكر ايضا موصول لاسرة الشهيد. اذا فريق الحبيبين كما ذكرت في حراسة المرمى علي العابس لدي ايمن الحضرمي لدي عبد الواسع الذي يحمل رقم سيدة بينما محفوظ الذي يحمل رقم 13 عصمة برقمية دين اصيل برقم 14 عامر النوري هو بكيل النصر في منتصف قضية بالحب شقيق الشهيد البطل اللي هو بكيل. نعم بالفعل يرفع الجناح الايمن بالنسبة لبكيل الجناح على رأس الحرم او المهاجم الصريحة اسمه اشرف. إذن يخرج هذا اللقاء الحكم الكبير عبد الحافظ أبو محمد المدريدي المكرم المسير في نادي المرنكي ريال مدريد. بعد إلقاء بعد إلقاء من شركات أو مباريات عديدة واليوم ها هو يعود. إذن لحد الآن لم تتم تشكيلة فريق أو فريق شباب. الله حلوة الكرة باللغة كرة ملعوبة مرة أخرى في منتصف يذكرني بايام في قال وجال في عراق الثان. اذن شغوي باسمي بعوده بحرس المنتخب. كوره ملعوبه لصالح فريق البناء. كوره تحتك من هنا وتحكي من هنا من كبير الفريق وساقول الثان او باطل واحكي عن بكيل وعن ضعف الاسلوب الفني ولكن ساقولها من هنا تبقى مثير ولنحكي عن قافله وللحلاوي ام ان فريق الشباب الحالي كابتن فريق المينا اكرم يا عيال خلوا الناس تصور لينا اجلس يا اخي ولا خذ منها.